خدمات الصيرفة الإسلامية في الجزائر بدأت تلقى رواجاً كبيراً بين مختلف فئات المجتمع، فمن يوم لآخر يرتفع عدد الشبابيك التي توفر منتجات إسلامية في مختلف البنوك، وهو ما ساهم في استقطاب كتلة نقدية لا بأس بها. توفير هذه الخدمات وتوسيعها وتقريبها من الجزائر العميقة عبر شبابيك البنوك الحكومية الواسعة والمنتشرة عبر ربوع الوطن، من شأنه أن يرفع من درجة إسهام ومستوى إسهام هذه المعاملات في استيعاب هذه الموارد المالية وهذه المشاريع الاقتصادية داخل القطاع المصرفي، وكذلك يعني تقديم هذه القيمة المضافة للاقتصاد الجزائري. في مقابل هذا، لا تزال الأموال المتداولة خارج السوق الرسمية تشكل أرقاما ضخمة، ما يستلزم التوجه إلى منتجات مالية أخرى على غرار الصكوك الإسلامية. الصكوك الإسلامية راح تنفعنا في استقطاب الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك، خاصة لما تكون يعني صكوك حلال ويعني مجازة من علماء ثقات إلى آخره، وتنفع البنوك الإسلامية في حساب معدل السيولة، لأنه درك مثلا البنوك التقليدية البنك المركزي لما يطلب منها حساب كما نقولوا احنا معدلات السيولة يدخلوا في مثلا معدل السيولة هذاك صكوك تقليدية، مثلا أذونات السندات الخزينة تاع الدولة إلى آخره. البنك الإسلامي ما عندوش هذه السندات لأنه ما يتعاملش بالربا. الآن نحن نشتغل مع إحدى المؤسسات الاستثمارية الخاصة لتحوير ما يسمى بسندات المساهمة المنصوص عليه في القانون التجاري، لتكون متماشية مع قواعد الشريعة الإسلامية، لتكون أول إصدار ربما لصكوك خاصة. التوجه لاستخدام الصكوك المالية الإسلامية ومنتجات مالية وتجارية أخرى من شأنه منح ثقة أكبر للزبائن الذين يرفضون التعامل بالربا، كما سيمنح فرصة للاقتصاد الوطني سواء من خلال استقطاب أموال إضافية أو توفير معلومات إحصائية دقيقة.